مساء الجمال والدلال والقمر. مساء الجمال الله اكبر. اذان بقى. حضرتك اساسا من الهرم ولا حضرتك اساسا من ايه؟ لا انا عندي شغل بس في الهرم، خلصت برضه. شغال فين في الهرم؟ انا شغل اصلا علاقات عامه، بس نازل الهرم يعني لما اخلص شغل حاجات كده. بسم الله ما شاء الله علاقات عامه ده انت. بسم الله ما شاء الله، حضرتك بتقابل بقى ناس مهمه كتير. حاجات على قدنا ما شاء الله عليك. بتقابل ايه بقى يا باشا؟ بتقابل فنانين ولا سياسيين ولا بتقابل ايه بقى؟ مذيعين ولا فنانين ومذيعين؟ مذيعين. بتقابل مذيعين؟ طب ما ده شيء جميل ما شاء الله. طب ما تقف جنب اخوك بقى. والله عايزني اسمعك حاجه بقى للممثلين وبتاع. لو عجبت حضرتك تساعدني بقى. ممكن. يلا بص يا باشا، انا هعمل لك واحد انت بتحبه. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا. وقف مكانك يا ولا. وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهوريه. لا واقف مكاني. طب رد زمانك في المصحف الشريف عجبتك؟ انا لك اخر حته. مين ورق اللي معاك؟ وانا يا صرصار لو عايز ازيك اجيب لك امر ازاله. انا في عصك برجلي. طب زمانك مش حقيقي. انا في عصي ورجلك. ماشي. الفنان الله يرحمه خالد صالح. الله يرحمه. طبعا طبعا. ده مثل الاعلى. هو الفنان خالد الصاوي. طبعا والله اكيد طبعا. خلينا خالد الصاوي وعمارة يعقوبيان. لا 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 بلاش عمارة يعقوبيان. تركب بقى ونزلنا احسن. فاهم؟ انت شكلك مش سالك. انت مش بس بقى اتفضل بقى شوف طريقك عشان نوصل. لا انت مش سالك يا باشا. بعد اذنك. بعد اذنك كفايه غلط لحد كده. اتفضل شوف طريقك عشان نوصل. يا عم بالراحه عليا. بايدك بقى بعد اذنك عشان ما اضربكش. اضرب مين يا عم انت؟ عميد ايدي عليك والله بجد. يا عم اتكل على الله ربنا. بجد والله اشكال وسخه والله العظيم. انا مش عارف على الصبح كده يا باشا. انت مش سالك. انت بعد اذنك ايه مش سالك وبتاع؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ لا 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 انت غبا. بعد اذنك نزل لي بقى. بعد اذنك. بعد اذنك كفايه اللي تقدر كده. انت مجنون على فكره. انت مجنون. انت شخصيه مش طبيعيه. بعد اذنك نزل لي. نزل لي بعد اذنك. ايه ده بقى؟ بعد اذنك ايدك جنبك. ايدك جنبك. اوعى اوعى يا عم انت. اوعى يا عم انت اشكال وسخه اقسم بالله. طيب عامه يا فندم بقى احنا كنا بنهزر مع حضرتك. طب نزل لي. مفيش هزار وبتاع يا عم. انت ايه اللي بتعملوه ده؟ في ايه؟ ازاي ده مقلب في كريزي تاكسي؟ انت نورت لنا النهارده في كريزي تاكسي. اتفضل يا باشا. اتفضل. طبعا النبي. يا ابني لسه منزلني والله من البيت. انا كنت اجازه النهارده. قال لي تعالى في تصوير. ماشي يا معلم. باشا ايه باشا؟ حضرتك شغال في الفن بان عليك. قاعد مخرج. ساعد مخرج. خلي بالك يا باشا انا عندي موهبه والله. والله العظيم ما اعرف اقلد فنانين كتير قوي. زي مين مثلا؟ يعني انا قلت لك مثلا فنان احمد السقا. اديك حته دي لك بعد ما لف حواليك ونفخ دخان سجارته في عينيك. لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجايحه يا حسن. صح يا عمي. صح يا عمي. لا 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 يا باشا. اتريق يا باشا عليا يا باشا. انت كده يعني انا بهزر معاك في ايه؟ لا والله بتتريق. طب اديني رقم موبايل. رقم؟ اديني كارت. يا باشا اسمع حضرتك رامي. ايوه. انت شغال مدير انتاج ولا مساعد مخرج؟ مدير انتاج ومساعد مخرج. طب انا اقول لك على حاجه. قول لي يا باشا. اتفق معاك على اتفاق. قول لي. انا اقول لك واحد مشهور لو قلت تاخدك معايا دلوقتي. يا نهار ابيض. يلا بينا. ايه رايك؟ امره والله العظيم. قلد لي جون محمد صلاح في روما اهو في التاكسي. مو صلاح مو صلاح مو صلاح. لا مش ده. ده بتاع الماتش اللي فات. انا عايز في روما لما شاط. قلد لي هو بقى بيشوط الكوره كده من زمان. قال لك ازاي احنا في التاكسي؟ اه انت باشا بتتريق عليا؟ لا انا بهزر معاك. لا انت بتتريق. انت بتهزر معايا؟ يا عم انا بهزر معاك. ده انا بعرض عليك مواهب. مش انتوا بتهزروا معايا؟ اقسم بالله انا بهزر معاك يا عم باشا. وانا ما عرفتكش يعني. توم ميديا. ادي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا. ايه ده بقى؟ انا مش فاهم. طب اقول لك اخر المسلسل. اخر مسلسل ايه؟ طلعت فيه. ايه اخر مسلسل؟ مع مصطفى شعبان. ايوه قفشت الدنيا بقى. ايوه والله العظيم. عيب عليك. ده انت عالم يعني. قفشت من بدري. الله يبارك لك. طب ما تقول لي. طيب ما انا قلت اسيبك يا عم. انا سايبني يا عم. انا قلت اسيبك نتسلم مع بعضينا واحنا ماشيين. طب مذيع ولا ايه بقى؟ مذيع ما شاء الله. مفيش مشكله. انت والله العظيم نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. استاذ رامي قفشني يا جدعان.
سألوا المرور. اتفضل يا حاج. اتفضل يا عم الناس. مفتوح يا باشا. اتفضل يا عمنا يا عمدة. يا باشا. صباح الجمال يا عمدة. حصر ان شاء الله يا باشا. عناية يا باشا تحت امرك يا باشا. ربنا يخليك. نور الدنيا يا عمدة بلدنا. ربنا يخليك يا باشا. عمدة بلدنا اقسم بالله. تسلم يا خال. حضرتك اساسا منين من السعيد بقى؟ سوهاج يا باشا. احسن ناس رجاله سوهاج. طب ما انت يا عم الحاج ما شاء الله عليك انت وابنك البرنس ده يعني تلاقي علاقاتكوا حلوه في اكتوبر هنا. الحمد لله طبعا. والله؟ مسيطرين يعني. الحمد لله. ما شاء الله. تعرف بقى بتعامل انت شغال في المقاولات؟ في المقاولات معانا عربيات وزلط ورمل وبتبني بقى وتهد وبتاع. طب تعرف فنانين بقى؟ طبعا انا نعرف الكابتن عمرو. عمرو مين؟ عمرو المخرج. ما شاء الله. طب عرفنا على الناس دي يا عم. ده انا ابنك يعني عند الموهبه وبيقولوا عليها ممثل. باشا تحت امرك وانا اوريك باللي انت عاوزه. ربنا يبارك لك يا عم. طب انا هقلدك. انت بتحب بما ان انت راجل صعيدي زي الفل هقلدك واحد بتحبه وانت تقول لي هو مين. ماشي. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا؟ ها؟ بيقول لك في مواطن كان بينشر الغسيل في البلكونة ونقطت المية على مواطن تاني. قالوا لك ان مصر فيها فتنة طائفية. فيها ايه؟ فتنة طائفية. انا بقول لهم من موقعي ده من التاكسي ده ان الديمقراطية لها انياب. ايوه طبعا. الديمقراطيه ليها ايه؟ أيوة. انياء. ايوه انياء. ايه يا حاج؟ قول انياء. انياء قول انياء. الصلاه على النبي. ايه رايك يا حاج؟ بعرف انا والله العظيم فنان. والله العظيم فنان محترم. طب ايه؟ طيب ساعدني بقى. طب ادي لك حته كمان. حته تقليد انت هتحبه ده. بص مصطفى. باشيتا يا مصطفى. باشيتا اللي تقف الدب ابدا. انا ورايا رجاله تاكل الزلط تاكل الحديد تاكل الاثبات اللي بيسلح. تاكلك انت. تاكلك انت. خلاص يا عم امشي بقى. بس يا ابني خلاص يا باشا. تضربني يا جدع ولا انا محترمك عشان خاطر ابوك يا باشا. خلاص يا باشا. اقسم بالله عشان خاطر ابوك اوعى يغرك ان انت صعيدي. ده انا من سجلت يا باشا. على عيننا وراسنا. انت تعمل ايه؟ هضربك هنا وربنا انت تضربني يا جدع. واحد الله اقسم بالله ده العمده ده فوق دماغي. ماشي ربنا. انت تضربني. خش يا عم الفنان وخلاص. عيب. مش يا عم عيب كده. اقسم بالله ما هكلمك عشان خاطر ابوك. نمشي بقى. ابني ايه يا ابني؟ انا ابني عندي عيال قدك يا ابني. يا باشا خلاص. متربي. لا متربي. لا متربي وانت عارف انه متربي. وعيب عليك. يا باشا خلاص. مش هتلحقوا يا جدع. ما لحقوش. يلا تعب انت. يا عم خلاص. يلا يا عم خلاص يا عم. لا لا لا, لا يا عم خلاص. يا عمده مالك؟ قلنا خلاص يا عم. بقول له انت تمام زي خلاص. طيب خلاص يا حاج. ما هو ما ياخد مغنى وجعنا. انت يا ابني هيش على ما فيه. خلاص يلا. انت بتقول ان شاء الله عشان ما تضربكش ربنا. تضرب مين يا عم؟ انت ايش على ما فيش والله يا ابني. ده انت عبيط. انا عبيط ايه؟ طب يا ابني خلاص يا ابني. انا هعرفك ان هو ايش على ما فيش. بص راح احنا قاعدين عادي اهو صح؟ اهو شفت يا ابني. بس خلاص ربنا بس ما تضربه. هو بتضرب يا جدع. بص بيشتمني يا عم. خلاص يا عم انت سوتك. احنا رايحين مشوار وراح نشاكل. نشاكل ما حدش يعرف يشاكل معايا يا عم. انت سوتك تاكسي. لو رحت ولا جيت. لا يا حاج انت بتلخبط كده يا حاج. يا عم خلاص. وانا مش عايز اخرب يا حاج. ما تخلينيش ازرجن عليك. يا ما تزرجن يا حاج. ما اقول لك ايه كده كسرك في بعضك. كسر مين انتوا عاملين على رباطيه يا اخي؟ انت بتتكلم مين؟ مشالك. كلم مين يا اخوي؟ بكلم مين؟ انا امشي يا عم. ده انا على الحرام يا جدع. يا جدع يا جدع امشي بقى. ده انا هدا بس يا اقف بيك على جنب اعرفك. اوف انت اوف اي جنب. ده انا تطلع ايه؟ ده انا هعرفك دلوقتي. اوه انا هعرفك. انا انزل. بتعملوا معايا كده ليه يا عم؟ خلاص يا عم قلت لك. خلاص يا عم. يا حاج انت هتضربني يا عم. خلاص قلت تضربني عشان خاطر. قلت لك خلاص. تضربني عشان خاطر ابنك. تضربني عشان خلاص يا عم. في فلافل يلا والدكان ايه؟ انت بتضربني عشان خاطر ابوك معاك يلا. ده 10 منك بجنيه يلا. ال10 منك بجنيه يلا. انت فاكر روح عشان بص بص دي بص. اوعى يلا. اوعى يلا. ايه ده يلا؟ ازاي الحاله دي ولا لا؟ فين يا باشا؟ في المهندسين يا باشا. ميدان لبنان يا باشا. ميدان لبنان؟ في حته معينه في ميدان لبنان ولا ميدان لبنان نفسه؟ اتفضل يا باشا وانا هقول لك. شغال يا باشا. شغال يا باشا هناك ولا شغال فين؟
يا باشا؟ المن شغال في المهندسين ولا شغال في المهندسين؟ شغال في المهندسين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شغال ايه يا باشا؟ بوزع بضاعة بس، بضاعة راح يلم وحصل فلوس البضاعة. بتتعامل بقى انت مع مين بقى في الشغل بتاعك يا باشا؟ طبيعي يعني زي اي موزع حضرتك، بنوزع شغل ونحصل فلوس الشغل. شغل ايه بقى؟ ايه طبيعه شغلك يعني؟ مش شغال في ايه حضرتك؟ ملابس حضرتك. ملابس؟ طب ما ده زي الفل ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي. ملابس دي ملابس ملابس سعد يعني، ما شاء الله ربنا يسعدك يا باشا. بقول لك يا باشا، بتشوف ممثلين وكده؟ اه طبعا بنشوف كل حاجه. طب والنبي يا باشا ما تعرفش تساعدني في حوار كده؟ اخوك يعجبك وانا بقلد ممثلين وفقره يعني، وسميني عندنا شخصات. اسمع مني عندك الفنان، بس عشان انا متاخر بس والله يعني، حاول تشد شويه عشان متاخر. هقلدك ماشي، هقلدك الفنان يوسف جوهري. ده معقول يا سعاده القاضي يجي عيل زي محمد هنيدي ده ما مالوش يومين في الوسط وياكل من الجو بالطريقه دي؟ يا للهوي، فكرني الثانيه هانم بنت سلطح ملطح باشا. ماما يا روح امك. اقسم بالله انت ممتاز والله، بس انت مش قادر تفهمني انا ده مش يعني دي مش مجالي ولا سكيت ان انا اساعدك فيها. طب قال لك حد تاني، معلش انا اسف. قال لك الفنان محمود المليجي. مصطفى باشيت يا مصطفى، باشيت اللي تقف في الدابه بدل. انا ورايا رجاله تاكل الزلط يا مصطفى. استاذ ايدك يا استاذ، تاكل الحديد. استاذ ايدك بعد اذنك، تاكل الاسبات المسلح يا مصطفى. انا بتقمص. طب ما تتقمص، هتمسكني من القميص؟ خلي عندك ذوق بقى واتكلم معايا بقى، عشان انا كده هتخني. انت جاي تخلينا ابتدي اتخني يا باشا والله. يعني حاول تتكلم معايا من غير ما. طب ده طالع مليجي ولا لا؟ ايدك اهم حاجه. مش مليجي طيب؟ ما طلعش هو المليجي؟ انت معايا في التاكسي لازم. انا ضحكت وهزرت وهزرنا وعملنا كل اللي انت عايزه. خلاص يا عم انا، وسمعنا حضرتك. يا عم ما تسمعني، ده مش مجالي ولا سكتي. خلاص اعمل لك انا مش هستفاد بحاجه يا استاذ لما تقعد تعمل لي زقه وتعمل لي استاذ محمود بعد ما انت فوق راسي. انت احسن من الناس دي كلها، بس انا ماليش نفع دخان سجارته في عينيه. قال لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجايحه يا حسن. صح يا عمي، صح يا عمي. يا استاذ ايدك، يا استاذ قلت لك ايدك حضرتك. انا هبتدي ان انا مسميني المتقمص. طب حضرتك ايدك والله مسميني المتقمص. يا استاذ ايدك بعد اذن حضرتك. خلاص بعد اذن حضرتك. خلاص نغني عشان ما استخدمش. غني لنفسك لما تنزلني. اعمل كل اللي انت عايزه، كل الشغل اللي انت بتعمله ده لما تنزلني. يا عم خلاص انا هقلد لك عشان بعد اذن حضرتك. انا انت كده بتستفزني. حاجه غريبه. وقف مكانك انت يا ابني. ثابت يا ابني ولا انت شارب حاجه؟ وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهوريه. الله، ده حاجه غريبه. وقف مكانك يا ولا. يا ابني انت شارب حبيتين. اوعى يا ولا، واقف قدام رئيس الجمهوريه. يا ابني انت شارب حبيتين عصير. مواطن بينشر غسيل في بلكونه نقطت على مواطن تاني. طريق قال لك ان مصر فيها فتنة طائفية. بعد اذنك نزلني. فتنة طائفية. انا بقول لهم من التاكسي بعد اذنك نزلني. ان الديمقراطية ليها انياب، ليها انياب. بالله يا ابني يا علي، يا ابني انت مجنون. يا ابني علي، يا ابني انت مجنون. بس انا بتقمص يا ابني. انت مجنون، بقول لك ما تصدعناش، نزلني يا عم. بلاش الصدق. بعد اذنك عشان احترمك ما تتكلمش بايدك ولا تقرب مني. طب سبحان الله، ده انت مستفز متطفل قوي كل شويه. مستفز متطفل ايه بقى؟ انت هتعمل لي فيها البانجاستان جو اللي ما تهدى على نفسك. رايك انت مش عايز تساعد شكلك يا ابني؟ ما تمدش ايدك. مش عايز تساعد اخوك عيب يا ابني. ما تمدش ايدك، انت لازم تقف جنب اخوك عيب. انا اخوك عيب، انا اخوك عيب. ما يا ابني قلت لك ما تمدش ايدك. طب انت يا ابني ما تمدش ايدك وركز في الطريق يا ابني. هتعمل خلينا نلبس في حاجه يا عم. انا هقلد لك مش بمزاجك غصب عنك. مش ايدك يا ابني انت غصب عنك. زفت. هقلد لك محمد منير. شكلك عايز تتضرب. انت بعيديني عن حياتي. يا ابني ما تمشي. قلت لك بقى، قلت لك عشان هبوظ لك وشك خالص. قلت لك هبوظ لك وشك ده خالص. وخلاص يا ابني، علي وركز في الطريق. الله يخرب بيتك. بقول لك انت، بقول لك ايه، ساعدني وتخلينا مهدى. جدع بقول لك ايه، وعايزك مهدى يا جدع. بقول لك ايه، وعايزك مهدى. انت من انت مجنون ولا ايه يا ابني؟ يا ابني فوق. هقلد لك اخر تقليده. ايه الليله الزرقاء اللي انا فيها دي؟ يا ابني افتح الباب ده يا ابني. عشان خاطر هقلد لك انت يا ابني. انت اخر حاجه والله يا ابني. قلت لك نزل ايدك. قلت لك اخر حاجه بقى. بقول لك ايه، عندك ايه يا ابني؟ بقول لك اوعى ايدك يا ابني. جدع عندك يا جدع. اوعى كده يا جدع.
لا 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 البضاعه معايا. افتح يا ابني الباب ده يلا. الفلوس كمان معايا. افتح يا ابني الباب ده. الفلوس معايا والبضاعه. افتح الباب ده بقول لك. الفلوس معايا. انت يا ابني انت والبضاعه كمان. انت يا بس خلاص بس. ايه يا عم انت مجنون ولا ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ يا عم انا وايه القرف ده؟ طب بص كده احنا بنصور. نزال الحلقه دي ولا منزال؟ طب وين بقى؟ اللي صورت.